هبعتها لواحد صح ما تقلقش. قولي لي يا حاجه انت ايه رايك في الموضوع؟ فوضى، مفيش بلد، مفيش حكومه، مفيش حد حاكم الشعب. لما المترو يقف يوم الاحد 3 ساعات ونتزل ونتعب والنهارده بنفس الطريقه، ده ما يرضيش ربنا. فين السواق؟ محمد مرسي. طيب لا، محمد مرسي ازاي؟ انا من ساعه ما محمد مرسي مسك وانا مبسوطه بيه، عمل حاجات كتيره للشعب. عمل ايه حاجه؟ لكن اللي وراه عمل ايه؟ عمل ايه؟ طب عمل ايه للشعب؟ عمل ايه اللي وراه؟ عمل ما وصلش ولا واحد في الشعب. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ جوع الناس بقى معاها. تعالى ماشي. محمد مرسي ما عملش حاجه للشعب خالص، ما وظفش ولا واحد يا عم. ما وظفش، قال لك هعمل واسوي واعمل واسوي وما عملش. مين اللي عمل؟ انا ما بحبش الشعب. وضحك علينا في الاخر. طب انت ايه رايك في 25 الجايه للناس؟ ربنا يستر. بقول لك ايه؟ احنا مش متوقعين بكره يحصل، بس ربنا يستر. لحد دلوقتي احنا بنقول ربنا يستر. فين الشعب؟ بس لو الشعب كله وقف، يعني الشعب ينزل كله وقف يد واحده وقال كده حرام، هنشيل الاخوان هيمشي. الاخوان هتتشال 25 الخلاص. اللي وقف لنا دوت حرام. وقف من اول ايه؟ الحاجه خلصت. الحاجه خلاص. الثوره دي مش بتاعت اخوان مسلمين ولا ليهم فيها، هم نطوا على الشعب كقالب بتاعتنا. اللي نادح احمد شفيق، الاخوان مش هينفعوا في مصر، ما لهمش دعوه بمصر. ايه رايك محمد مرسي؟ الثوره عملت ما غيرتش. ايه رايك محمد مرسي؟ ايه رايك محمد مرسي؟ شعب مصر كده اقول له ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه الثوريه؟ الساعه ما اتغيرتش. ايه رايك محمد مرسي؟ ايه رايك انت في محمد مرسي؟ ما هو قال لك اهو. رئيس جمهوريه. ينفع رئيس جمهوريه؟ حزب الاخوان المسلمين ما ينفعش رئيس جمهوريه. بس احنا عايزين مصر كده. مصر عايزه حاكم عسكري.